أبرز التفاصيل المتعلقة بالدرج العظيم اللي تم افتتاحه في المتحف، إيه هو هذا الدرج وإيه أهميته بالنسبة للمتحف وهي أهم المناطق بشكل عام المفتوحة للزيارة حاليا داخل إطار المتحف؟ هو حضرتك إحنا الدرج العظيم ده هو إحنا قاعات العرض اللي بيتميز ويتفرد بها المتحف المصري الكبير عن أي متحف في العالم كله، بيتعرض عليه مجموعة من أفضل وأضخم القطع الأثرية اللي بتجسد روائع الفن في الحضارة المصرية القديمة، تبدأ من عصر الدولة القديمة، عصر الدولة الوسطى، الدولة الحديثة، العصر اليوناني الروماني. وطبعا الدرج العظيم بيتكلم على قصة وسيناريو في الحضارة المصرية القديمة من أفضل الروائع الفن، بيتكلم على موضوعات رئيسية، أربع موضوعات بيتم فيهم عرض مجموعة متميزة من تماثيل الملوك زي الهيئة الملكية، ازاي الملك كان بيتم تصويره في العصور القديمة، وأهم هذه المجموعة تمثال للملك سيتي الأول، تمثال للملك سونسيرت، تمثال للملك حتشبسوت، تمثال للملك أمنحوت الثلاثة. بعد كده ما بتطلع حضرتك من على الدرج بتقابل موضوع تاني في غاية الأهمية وهي الدور المقدسة أو أماكن العبادة عند المصري القديم. عارف إن تشييد المعابد كان على أهمية واهتمام المصري القديم، وكان بيقع على عاتق الملك اللي كان بيحكم في الفترة ديت، واحنا من خلال هذا الموضوع بنعرض مجموعة جدا متميزة من الأعمدة اللي مصنوعة من الجرانيت للملك مثلا صحراء في عصر الدولة القديمة، بنتكلم على تمثالين للملك أمنحات، بنتكلم على عتب للملك سوبك حتب، بنتكلم أيضا في موضوع ثالث وهو موضوع الملك وعلاقته بالآلهة، الملك ازاي كان بيحكم ازاي وكانت علاقته الوفيضة بالآلهة ازاي، وده بنعرض مجموعة من التماثيل الضخمة جدا زي تمثال للمعبود بتاح، زي تمثال للملك رمسيس وسخمة من الجرانيت الوردي، قطع الآثار الثقيلة دي بيصل وزن القطع منها إلى ما يقرب من 25 و30 طن. بتنتقل بعد كده حضرتك في موضوع رابع على الدرج العظيم اللي هي الحياة الأبدية عند المصري القديم، ودي معروض مجموعة من التوابيت المتميزة جدا زي تابوت للملك تحتمس، تابوت للأمير خوف وجدف، وحضرتك بقى بينتهي المنظر ببانوراما عرض رائعة جدا، بتلاقي الأهرامات وكأنها معروضة في باترينة عرض من خلف ألواح زجاجية. ده هذا هو الدرج العظيم باختصار، وهو إن شاء الله إضافة كبيرة جدا جدا للسياحة في مصر بإذن الله.